مرحبا. بعد كم يوم بنصير بفترة سعد الخبية، والمزارعين بيخافوا كتير من هالسعد لأنه بسعد الخبية بتتنقل الصبايا وبتطلع الحياة والعقارب والحشرات وبتهجم على المزروعات والبيوت. مشان هيك بيقولوا السعد الأخبي، يعني كل شيء مخبى بفصل الشتاء بيطلع نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. وبالعودة لطقسنا، طقس حار بعز الشتاء بسبب كتل هوائية دافية وجافية مسيطرة على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض. المتوسط الحرارة مرتفعة والرطوبة منخفضة، أما البحر متوسط الموج وحرارة 117 درجة. اليوم طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع درجات حرارة دافية خلال النهار وبتنخفض ليلا وبترتفع نسبة الرطوبة وبتكون الضباب ببعض المناطق الساحلية. وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل، عم بتسجل 13 وبالبقع 5 على المرتفعات 7 ودرجتين بالأرز. أما كيف رح تكون درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم بس ببعض المناطق اللبنانية، وبنبدأ تحديدا من تكريت 16، أبي سمرة 24، رشانة 23، ومن بعدها مغدوشي 25، صريفة 24، عين قبل 20، دويرة 20، حسبية 16، مشغرة 20، حور تعلى 18، راس بعلبك 22، زغرين 24 درجة. أما بالنسبة للرطوبة بتتراوح بين 20 و60%، حرارة سطح الماء 17 درجة، وسرعة الرياح بين 12 و45 كيلومتر بالساعة، والرياح شمالية شرقية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين بنشوفهم سوا. اليوم بتتراوح بين 15 و26، والثانية بين 12 و25 درجة، وفي احتمال لهطول بعض الأمطار نهار الثلاثة وبتتراوح بين 11 و23 درجة. وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة بس ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا بغداد 26، أبو ظبي 29، خرطوم 42، تونس 12، وأخيرا وليس آخرا مدريد 20 درجة. وهيدا كان طقسنا لليوم. أما هلأ بترككم تابعوا آخر أخبارنا.